السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم وصفة رائعة، وصفة ميني بوراك التركي. كيجي رائع جدا ونعملكم غير حشوة اقتصادية. كنتمنى تعجبكم وكنتمنىكم تطبقوها. كيف ما غادي تشوفوا معايا كتجي مقرمشة رائعة. اذا غادي نخليكم وندوزوا المقادير والطريقة ديال التحضير. ندوزوا على بركة الله. بسم الله. بالنسبه للمقادير ديال العجين، فانا كنعتمد على العجين ديالي اللي كيكون ناجح دائما معايا. اذا عندي نص زلافه ديال الدقيق السميد الرقيق او دقيق الفينو، وعندي زلافه ديال الدقيق الابيض كميه صغيره. الا بغيتوا تضاعفوا الكميه فدائما الكميه ديال الدقيق الابيض مضاعفه على كميه ديال الدقيق الفينو او دقيق السميد الرقيق او الفرقه. اذا كنعمل شويه ديال الملحه فقط وكنخدم العجين ديالي، وكنعمل فيه شويه ديال خميره ديال العجين، شويه ماشي بزاف، غير طريف ديال الملعقه غير باش يجينا يعني ماشي قاصح بزاف. اذا غادي ننزلو على طاوله العمل وغادي ندلكو مزيان بهذه الطريقه هذه، ومن تماك ان شاء الله غادي ندوزو الحشوه ديالنا. من بعد ما يرجع معنا العجين ديالنا يكون خفيف و جيد باش نخدمو به، وغنخليوه يرتاح لمده ربع ساعه. اذا وكنبدا الحشوه ديالي اللي هي عباره عن تكتوكه العاديه، بصله، فلفله خضراء، فلفله خضراء مطيشه، وعندي الملحه شويه ديال الابزار وشويه ديال الفلفله حمراء، وكنخلطهم مع بعضياتهم وكنخليها تطيب بشويه ديال الزويته ديال العود. اذا كنحركوها شويه في ديك المقادير هذيك، وكنعملوا شويه ديال الماء باش كيدخل الطياب من الحشوه ديالي. من بعد ما كطيب معايا انا زدت فيها شويه ديال الزيتون مقطع رقيق، وزدت فيها ايضا شويه ديال الكفته كانت بقات لي امبارح مقليه. اذا غنبداو بتشكيل البراك ديالنا. كنحتاجو شويه ديال الزيت، كنضيف لها شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود، ايضا كنضيف لها البابريكا او الفلفله الحمراء، وما كنعملوش الملحه لاننا الملحه عندنا في الحشوه ديالنا. اذا كنحركو مزيان بهذه الطريقه هذه وكنخليوها على حيده. غنبداو الان بالتشكيل ديال البراك ديالنا. اذا كنطلقوا بحال اللي كنطلقوا المسمن عادي بهذا الشكل هذا، غير كنحاولوا نطلقوه مزيان على الجوانب باش ما تجيش معجنه. واخا يتقطع معنا راه ماشي مشكل، لان غتشوفوا علاش. وكنهز الخليط اللي عملت ديال الزيت والتوابل كنعملو في الوسط، هو اللي كنطلق به، وكنعملو هاد الطريقة باش كيتطلقو الجوانب مزيان. اذا كنهز واحد الجزء كنعملو في النص بحال اللي كنعملو المسمن، ولكن ما غادي نعملوش بحال المسمن. انا في داك الجزء هذاك غادي نعمر الحشوه ديالي، غادي نقربها شويه لقدام بهذا الشكل هذا، وكنعمل عليها كنروليها بحال اللي كنرولي شنيكات عاديين بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. كنروليوها بهذا الشكل هذا، كنجمعوها هكذا، كنجمعوا الاطراف من الوسط، ومن بعد كنجمعوهم بجوج بيهم القدام بهذا الشكل هذا. كنزلوهم شي سنويه، وكنجيبوا ايضا وحده اخرى باش نوريكم الكيفيه. اللي باقي ما شافهاش مزيان يعاود يشوفها معايا. كيجيو رائعين وكيجيو خفاف، كيجيو مقرمشين ولكن كيذوبوا في الفم رائع. والحشوه ايضا جات رائعه، واخا درت فيها شويه ديال الكفته ماشي بزاف لان كانت باقيه لي غير امبارح. كنجي عند الجزء اللي مقطع كنقلبو بحال اللي كنقلب المسمن العادي، وكنعملو الحشوه ديالنا
بهذا الشكل هذا، وكنرغو ليهم على المسمن ديالنا. كنبقاو ماشيين بهذه الطريقه هذه، يعني ساهلين جدا، وحتى الطريقه سهله جدا جدا، يعني ماشي معقده. وكنحطوهم في الصينيه ديالنا قبل ما ندخلوهم يطيبوا، كنخليهم تقريبا واحد ربع ساعه حتى كيطوقوا راسهم. ما نساوش حنا عاملين فيهم شويه ديال الخماره، وغادي نخليهم يطلقوا راسهم شويه. الا بغيتوا تزيدوا فرماج هذاك نتوما وحسب اللي كاين اللي موجود عندكم. هذه بغيت نجربها بشويه فرماج، وكنكملوا نعملهم في الطويصه ديالي. كنخليهم انا شي تقريبا ربع ساعه، وكنعمل لهم على الوجه ديالو هذاك الخليط اللي طلقت به في الاول. وكنكثروا شويه ديال الزويته بهذه الطريقه هذه. ممكن تعملوا الزبده، انا ما توفرتش عندي الزبده، لذا فانا عملت غير الزيت اللي طلقت بها. كيجيو رائعين. و كندخلهم فرن مسخن مسبقا عندي على 180 درجه. انا عندي الفران ديال الضو كنشعلهم فوق ومن تحت، كيجيو هما هادوك نتوما وحسب الفرن ديالكم. اذا غادي نديهم للفرن ورجع لكم ان شاء الله. وهنا البراك ديالي مليطاف، جاء رائع جدا. كنعملوه في طاولة التقديم. انا ملي خرجتو عملت شويه ديال الجبن فوق الوجه ديالو، كيدوب يعني ما عملتوش من الاول، عملته حتى الاخر باش كيدوب وكيبقى ظاهر. وغندوز للتزيين ديالو ان شاء الله. بالنسبه للتزيين كل وحده وتفنن كيف ما بغات. المهم انا اللي توفرن عندي هو اوراق المعدنوس، كيجيو رائعين في الملح، كيزينوا الملح بشكل رائع جدا. كنعملوا على البوراك ديالي فوق ديك الجبن اللي عملت، فهو باقي عاد كساح يعني غادي يلصق عليه. وغادي نزينو بالزيتون الاخضر اللي مقطع دوار بهذا الشكل هذا. انا قلت لكم كل وحده وشنو تبغي تزين. انا هادشي توفرنا عندي وجا المنظر رائع باشياء بسيطه جدا. كنقدموا هاد البراك هذا مع الكاتشاب او اي صوص كتبغيوها، وممكن تاكلوها هكذاك لان هي فاسقه شويه بديك الحشوه اللي عملنا. ونقدموها مع الشاي المغربي، هما كيقدموها مع الشاي التركي، حنايا عندنا الشاي المغربي ديالنا. وفي الاخير كنعمل زيت الزيتون الاسود كيف ما كتشوفوا، لان كيعطي منظر رائع جدا. هذا هو البراك ديالي، كيجي رائع. كنتمنىكم تجربوه، وكنتمنى يعجبكم الفيديو وتعملوا لايك. الناس اللي عاد كيشوفوا القناه لاول مره كنتمنىهم يشتركوا ويفعلوا الجرس ويطمنوا الاسره القناه. انا ما بقى لي نقول لكم الا السلام عليكم ورحمه الله، في امان الله. حبيباتي المشاهدات، اذا كنتم باقي ما انضميتوا للقناه كنتمنىكم تضموا القناه بالضغط على الزر الاحمر وزر الاشتراك وعلى الجرس ليصلكم الجديد من فيديوهاتي كل ما نزلته ان شاء الله. كنتمنىكم تعملوا لايك للفيديوهات ديالي اذا عجبكم، وكنتمنىكم تشاركوهم مع الاصدقاء والاحباب على السوشيال ميديا. وللمزيد من التواصل حبيباتي، فهناك صفحه ديالي على الفيسبوك اللي هو الرابط ديالها هو الاول، وكاين المجموعه ديالنا اللي كنتواصلوا عليها باش كنشوفوا الجديد ديال القناه. وكاينه ايضا حسابي على الانستغرام، كنتمنىكم تلتحقوا به باش كل ما غادي نجي ننزل شي حاجه غادي نعلمكم بها، وهكذا غادي نقربوا اكثر واكثر من بعضياتنا. اذا الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله حبيباتي.